مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم البوصله. والبوصله هذا المساء بنحاول من خلاله نقف على الراهن الاقتصادي وما يحدث في القطاع المالي والمطلوب من الحكومه الانتقاليه. حقيقه يعني بدور الكلام كثير جدا في الميديا عن الراهن الاقتصادي في السودان. وبرحب كثير جدا بضيفتنا العزيزة دكتورة مريم عمر المستشار الاقتصادي. دكتورة أنا برحب بك ومساء الخير. مساء الخير وشكرا للفرصة لتحت لنا قناة الشروق وبرنامج البوصلة للتواصل مع الشعب السوداني وشرح الراهن الاقتصادي ومتعلقات وأثر القرارات الاقتصاديه، القرارات الاخيره. ويمكن نعم. في كثير في جدل كثير. صحيح. نعم، خاصه انه في كثيرين جدا بيتحدثوا في عن القرارات الاقتصاديه وقد يكون ما عندهم في الاقتصاد، ودي مشكله يا دكتوره. نعم نعم، دائما الناس جميعهم يفتون زي نعم. ما يقول في المجال، دائما احسن ندي اصحاب الاختصاص يضعوا قراراتهم ونشوف اثر القرار قبل ما يكون كميه من اللغط. نعم. اللغط ده قد يشوش على عمل الناس، فافتكر انه المفروض نمنح الفتره الانتقاليه والناس اللي اختاروا الشعب انهم يؤدوا عملهم، ونحن ندفع بمساعدتهم اكثر من النقد والتمحيص. ما بقلل من دور الرقابه والتعليق، لكن في النهايه الكلام الكثير في اشياء يمكن انت ما يكون عندك فيها معرفه او تجيب فيها معلومه مغلوطه عبر الميديا قد تشوش على وتضلل. نعم نعم، انا برحب بك يا دكتوره. وبدايه معانا زميلنا محمد الفاتح مراسلنا من القضارف. دكتوره احنا حنمشي القضارف وزي ما انت عارفه افتتاح بورصه المحاصيل. صحيح. في هذا اليوم محمد الفاتح، مساء الخير. الو محمد الفاتح. الو مساء الخير يا احمد الفاتح. السلام عليكم. اهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بك. ونحن في هذا اليوم بنتحدث عن الراهن الاقتصادي. اكيد القضارف بما ليها من وضع اقتصادي وثقل اقتصادي خاص زراعيا اكيد عندها دور كبير وبارز في الاقتصاد السوداني. في هذا اليوم كان افتتاحها بورصه المحاصيل، يا ريت تكلمنا عن الحاصل في هذا اليوم. نعم، اعتقد تم اليوم بدايه التداول في بورصه اقتصاد المحاصيل بولايه القضارف. وهي طبعا تبدا بمحصول السمسم وهو المحاصيل انتاجا كالعاده نسبه لزراعته المبكره. الوارد مشجع حسب التقارير الواردة وحسب ما أفاد به مدير إدارة أسواق المحاصيل، يتوقعون إنتاجية أعلى من إنتاجية الموسم السابق. نعم. في هذا الموسم زرعت 1,500,000 فدان بمحصول السيسي. إحصاءات الاقتصاد الزراعي تشير إلى نجاح 1,345,000 من هذه المساحة بنسبة فوق 80%. نعم. لذا يتوقع إنتاجية عالية، وبدأ المزارعون في توريد كميات من هذا المحصول إلى بورصة أسواق المحاصيل التي بدأت هذا اليوم، ووصلت توقعات أيضا بأسعار عالية. نعم. كما حدث في الموسم السابق. نعم. طيب من خلال وجودك اكيد الخبراء كان عندهم راي وكان عندهم مؤشرات، يا ريت تكلمنا شوي عن المؤشرات او مؤشرات السوق. نعم، مؤشرات السوق يتوقع ان يشهد تدريجيا ضخ كميات من هذا المحصول. وايضا الملاحظ ان هنالك عدد من الشركات وعدد متزايد من الشركات التي دخلت وتم اكمل اجراءات تسجيلها للدخول في المزاد. نعم. كان هنالك بعض التخوف من ان يتم حصر او عدم تصدير السمسم كسلعه خام. نعم. وهذا ادى الى تخوف، ولكن التصميمات من السلطات جعلت عدد الشركات يتزايد. كذلك هنالك ترحيب بقرار وزير التجاره والصناعه بمنع دخول الاجانب الى التعامل المباشر من خلال الشراء والاستيراد والتصدير، باعتبار ان هذا يؤثر على حصائل الصرف.
نعم. فبالتالي هنالك الان استشار من المستثمر الوطني ومن المصدرين تحديدا بان يكون هذا الموسم موسم جيد، وان تكون عوائد الصادر بنسب اكبر من السنوات السابقه باعتبار ان المصدر المولد هو في النهايه مستثمر وطني. طيب احمد الفاتح، انت يمكن سبقتني في قرار السيد وزير الصناعه والتجاره بخصوص الصادر اللي موجب قانون استثمار واتفاقيات حكوميه خاصه، شنو من وين كان الفرحه والترحيب؟ يعني انت تابعت في هذا اليوم زي ما ذكرت انه كان في ترحيب بهذا القرار. نعم، باعتبار انه في السنوات السابقه كان هنالك عدد من الشركات ومن الافراد الاجانب الذين خلقوا تنافسيه كبيره جدا في السوق واشتروا باسعار عاليه جدا. نعم. ولكن لم تستفد الخزينه العامه من خصائص الصادر باعتبار انها لا تعود. وهذا اثر بشكل كبير جدا على المستثمر الوطني. والان بهذا القرار يبقى الملعب حصريا للمستثمر الوطني. نعم. وبالتالي تنشط هذه الشركات والافراد في شراء بكميات كبيره، و باعتبار ان المحصله الدولاريه سوف تكون عائده مباشره على الدوله وعلى المصدر. نعم، انا بحييك اخ محمد الفاتح وبشكرك كثير، والتحيه يعني لكل العاملين في مجال الزراعه في القضارف. شكرا لك كثير يا محمد. دكتوره، يعني نحن يعني سمعنا يمكن قبل شويه انا وانت سمعنا محمد الفاتح بيتحدث، انا عايز ابدا لك من ما وقف فيه محمد الفاتح. نعم. وانت مختصه في هذا الشان، بيتحدث عن ترحيب واسع بالقرار. نعم. قرار السيد وزير التجاره والصناعه اللي يتحدث عن الصادر الا بموجب قانون الاستثمار او من خلال اتفاقيات حكوميه خاصه. سمعت كلام محمد الفاتح وانه هناك ترحيب خاص. نعم. نعم. في الحقيقه قرار وزير التجاره قرار اتى في وقته. قرار اصلا تاخر كثيرا زي ما يقولوا، وربما بعض الناس يقولوا هو اصلا موجود لكنه غير مفعل. المفروض انه يتحول الان من، طبعا هو قرار وزاري كانه امر اداري، يتحول بمذكره لوزاره العدل حتى يكون خانون. مسوده ليعدل في عدد من القوانين اللي لها علاقه بالقطاع الاقتصادي، سواء كان قانون الجمارك، سجل المصدرين والمستوردين، قانون بنك السودان، كميه من القوانين المتعلقه بعمليه الصادر والوارد. نعم. نحن بلد مضياف، لا يجب ان نفهم انه هذا القرار يمس ترحيبنا او استقبالنا او انفتاحنا على العالم الخارجي، بانه نحن محتاجين لدخول المستثمرين ودخول الاجانب، لكنه من حق أي دولة أن تحمي مواطنيها، من حق أي دولة أن تنظم العملية التجارية كصادر، وطبعا كما حتى الدول كصادر ووارد، والدول حتى المحيطة بينا تنظم. ليس بإمكانك أن تذهب إلى أي بلد وتشتغل فيها تجارة بدون أي ضوابط أو تحت كفالة وقانون وكذا. نعم. فالأمر لا يتعارض مع 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 استقبالنا للأجانب أو انفتاحنا، لكن هو نوع من الضبط والترتيب. واتمنى أن يعقب القرار ده ترتيب زي ما قلت لك أو صياغة لأشياء قانونية توضحه وتخليه أكثر سلاسة، وتبعد منه إذا كان في أي شوائب في الصياغة. وده الشيء اللي احنا بنتمناه، وافتكر قرار في الاتجاه الصحيح. نعم، انا يعني يمكن ده كان ممكن نجيه لقدام بعد ما نتكلم معاك في بعض المواضيع الاقتصاديه، ولكن يمكن محمد الفاتح يعني يمكن دخل لنا في الموضوع، وهو موضوع مهم ومؤثر الان في الميديا. يعني يمكن طيب. واحد من الشباب من الويد كان بيتكلم معي قال لي يا اخي يعني الايام اللي فاتت قبل هذا القرار بنشوف يعني عدد من الاجانب طالعين فوق في الشوالات وشايلين الفتاشه وبيفتشوا في الدخن وفي في كل المحاصيل. يعني يمكن زي ما ذكرت انت دي واحده من المشاكل. صحيح. وخاصه يتكلم عن انه عدم رجوع الدولار الحصائل. نعم يا دكتوره. طيب احنا اذا تكلمنا عن البورصه، كلميني شويه عن البورصه عموما، والان افتتاح البورصه المحاصيل محمد الفاتح يتكلم حديث طيب. طيب
أول شيء أنا أستبشر بأنه الإحصائيات اللي ذكرها أخونا محمد الفاتح، نعم، إن طبعا بعد الخريف المبشر الموسم الزراعي جيد والإنتاجية ممتازة أعلى من السنين الماضية، وإن شاء الله ده مع استبشارات الثورة، والسودان بيستبشر بعهد جديد. ما نحتاجه الآن هو تنظيم دور البورصة. طبعا يا جماعة بحكم أني أنا مختصة ببورصات، فما يسمى الآن ببورصة هو يعني تفاؤل مننا زيادة. الآن الموجود لدينا هو سواق محاصيل تقليدية. البورصة هي يعني نحن نصل لمراحل أنه تعامل بالبيبر بالأوراق، اللي ما يكون عندك ريسيت بتاع في الريسيت 1000 طن من السمسم الأبيض صفته موصوفا كده، وفي أكيد أيوة مكتوب وموصوف ووزنا وقيمة وأسعار، وأن الناس وتكون في شركات مختصة باللوجيستيك يعني ما ملموس ماشي مادي. أيوة وتتعامل فيه، وممكن حتى بعد ذاك نلتقي لمراحل من التعامل المباشر في المحاصيل للتعامل عبر البيبر أو عبر البورصات، وممكن تدرك في الأسواق العالمية. وننتقل لمرحلة متقدمة تمكننا من أنه نستفيد نحن، يعني اقتصادنا كله شغال في السلعة نفسها وفي محور سلعة خام. حتى في مجال الأوراق نحن مفروض ننتقل للتداول بالبيبر، اللي هو نتدينا بنحصل على قيمة مضافة، سواء كان التعامل بالبيبر دكتورة هي سهولة، وانت يمكن تتعامل سهولة وكمية مع نهاية الدنيا، نعم، يعني وأي مكان تصلوا صحيح، نعم حتى بيحصل تنظيم وتحصل شفافية، لأن عندك ضوابط معينة بتحكمك حتى تكون بورصة. فالضوابط دي بتخلي الإشكالات السابقة اللي كانت بتواجه البورصات حقيقة، أن اللي هي عندنا كان في مشكلة بأنه بتصل المضاربات في السوق المحلي لحد ما نقوم نفوت السعر العالمي، نعم، فبيبقى منون حيقدر يصدر بأعلى من السوق العالمي، نعم. فالآن لازم يكون في تسعير، في برايسنج. البورصة بتديك تسعير بتوريك السعر الفير العادل للمحصول المحلي، بيرضي المنتج وبتمنع تداخلات الوسطة، نعم، بتصنف الجيد والأقل جودة وبتديه أسعار. فالبورصة فيها يعني ميزوا على كيفه، أيوة، لا في ضبط وفيها كنترول ووضوح وشفافية، وكل زول يقدر يدخل البورصة ويشتري ويتعامل. نتمنى نحن نلتقي ببورصتنا ومحاصيلنا التقليدية إلى بورصات حقيقية للمحاصيل، والحمد لله البلد غني بأسواقه وموارده، فننتقل للحاجة دي ونستفيد من القيمة المضافة اللي بتجي نتيجة للتداول. لأنه ممكن يعني بنقول في الأسواق إذا أنت إذا تعاملت بالبيبر ممكن تتعامل 10 تايمز 10 مرات السلعة نفسها، نفس السلعة، أيوة نعم، وتصل لكل الحدود، تفتح أسواق جديدة، كمية من الفرص اللي بتتيح علينا البورصة بشكلها المتطور. نتمنى. طيب دكتورة، والآن محمد الفاتح بيحدثنا عن محصول جيد، وبيتحدث عن أنه هذا العام أفضل من العام السابق، وأنت زي ما ذكرتي موسم الخريف كان مبشر، توقف قطاعات كبيرة من الإنتاج، يعني يمكن الحكومة الآن تتحدث عن الدولار، تتحدث عن ارتفاع أسعار، وبتتحدث عن كثير من الأشياء، توقف قطاعات كبيرة من الإنتاج يعني تأثيرها على الدولة وعلى الدولة الاقتصادية. والله بكل أسف أقدر أقول إنه الاقتصاد في الفترة الماضية، نعم، أو في العهد البايد، ما لأنه يكون اقتصاد خدمات أكثر من اقتصاد إنتاج، نعم. وكل ليه؟ لأنه قطاع الخدمات وحتى في قطاع الخدمات هي قطاع الخدمات الغير مفيد، اللي هو السمسرة، الأشياء الممكن ما تجيب، حتى ما يكون عليها، ما عندها كنترول ضريبي، ما بتقدر تجي عايد شخصي لنا، سريع غير مفيد، ما فيه بذل جهد، وبيحبط المنتجين، يعني اذا كان ممكن الانسان يحصل على دخل سريع جدا ومن غير ما ينتج ويستنى السنين، اقل انتاج بتنتج بتحتاج لك لشهرين ثلاثه، انت منتظر المحصول وتحصده فيه جهد، فما ممكن هذا الشخص يكون جزاؤه وعايده افضل من الشخص ده فنحن لازم نرجع ونفكر شوية في إنه خلينا نهتم بتفعيل القطاعات الإنتاجية، نعم، سواء كانت الزراعة، الإنتاج الحيواني، المربين يرجعوا لتربية ماشيتهم، والزراعة يرجعوا لأراضيهم، أيوة، المعادن برضو الناس ترجع للتعدين والاستفادة منه، نترك الاقتصاد الطفيلي اللي هو معتمد على السمسرة، السيرفيس لها دور لكن ما تكون هي الغالب
الان الاقتصاد يمكن 70 او 80% منه قطاع خدمات وده تشويه للاقتصاد. طيب ما دام نتكلم عن الادوار وانت كمختصه في مجال الخدمات الماليه، دور سوق المال في دعم الاقتصاد في الفتره الانتقاليه، نتكلم عن النقطه دي. والله جيتني في حته مهمه، وانا الان برا انه الحكومه الانتقاليه على حجم مسؤولياتها يجب ان تلتفت لسوق المال. سوق المال هو الأداة أو اللغة اللي حتتفهم بها مع العالم الخارجي. إذا لم تمتلك آلية للتفاهم مع العالم الخارجي بعيدا عن سوق المال فأنت في جزيرة معزولة، أو أنت أطرش في الزفة. نعم. زي ما نقول. فأنا ملاحظة الآن أغلب الجهات أمكن مطمئنة لوضع المال، لكن نعم. لا، من الأفضل أن نبدأ من حيث انتهى الناس. نعم. عشان تقدر تغطي السنين اللي انت كنت فيها، سنين طويلة، عقود، ثلاثة عقود تقريبا انت خارج المنظومة، وقبلها كان في حكومات برضو كانت خارجة. فنحتاج ان نهتم. كانت انشئت هيئة سوق مال، لكنها بكل اسف تعطلت، الان لا ندري ما هي. السوق يعمل بمفرده، لازم شوية الجهات القطاع الاقتصادي او مؤسسة وزارات القطاع الاقتصادي تركز على الاهتمام بسوق المال. ضروري سوق المال، ونوجد منتجات جديدة للتعامل، يعني البورصات دي بورصات المحاصيل، نطور نجيب آليات للتمويل عبر الصناديق، لصناديق البنية التحتية، صناديق استثمار لتطوير ولتمويل قطاعاتنا الإنتاجية. نعم. لازم نفعل دور سوق المال في انه يكون الواجهه بتاعت الاقتصاد. هو لو ما كان الواجهه بتاعت الاقتصاد معناتها آليات التمويل دي بالضروره تكون محليه؟ لا، عالميا. هسه عندك ارامكو. ارامكو السعوديه، رغم انها ترمز للسعوديه، رمز كبير جدا. نعم. الان تطرح في الاسواق العالميه. نعم. حتجيب اموال للسعوديه قدرها. نعم. فالعالم انفتح له يعرض شركاته ويطور وكده. فنحن عايزين نهتم شويه ب انا من الان من المنبركم ده بدعو المسؤولين للاهتمام بسوق المال وتطوير الياته والتركيز على قطاع الخدمات الماليه، لانه قطاع هو مهم وهو وقته الان، فيجب ان نركز عليه. طيب انت تكلمت عن الانفتاح وماليات التمويل. وزير الماليه صرح عن حاجه البلاد ل 5 مليارات. نعم. ويعني وده الحديث عن انه اذا ما وجدت حتحصل مشكله اقتصاديه. وزير الماليه بعد شويه اكد انه الكلام مشى في غير ما هو اراد. يعني في لغط كثير. انا اتكلم عن الشفافيه، التصريح في حد ذاته، هل بتفتكري الشفافيه دي من الاشياء اللي هتخلي عندنا اليات للتمويل الخارجيه وضوح مثلا؟ الشفافية واحدة من البيلرز أو القواعد اللي بتتبني عليها الحوكمة. ونحن عشان نتفاهم مع العالم الخارجي ويقبلنا أن نعود لحظيرته مرة أخرى. لازم نتكلم معه باللغة اللي بيفهمها اللي هي الحوكمة والضبط المؤسسي وكل هذه الأشياء. الشفافية مطلوبة من لأنه أنت عشان الناس يشاركوك على الأقل بالانفعال معك وبتنفيذ قراراتك وبتفهم وضعك وتقديره، لازم تكون معهم شفاف. يعني مندس؟ مندس. نعم. لازم لكن شنو؟ لا نأخذ رأي الوزير أو كلامه بعيد عن إطاره. هو قاله في إطار حوجتنا، وتكلم عن أنه في حوجات عادلة وعاجلة، وفي حوجات محتاج تأخذ متوسطة وفي طويلة الأمد. طيب برضو تكلم عن أنه في توجهات عالمية أنه لازم يمشي عشان يحل حلول. فهو تكلم الكلام ده في إطار عام، لكن بعض الناس اللي هي لها أغراض صغيرة، أغراض خاصة، أخذت الكلام ده عن صياغه ووجهت أنه بس في الحوجة وأنه أعلن حوجتنا والدولار حيرتفع وأثر على الدولار. الدولار هو أصلا لازم يحصل عليه حركة، لأنه أنت الدولار ده أنت عندك إشكال في الإنتاج. نعم، دي مشكلة. وعندك خلل في ميزانك التجاري. بالضرورة دولارك عملتك حتعاني. يعني ما القرارات والكلام البسيط والتصريحات لن تؤثر على الدولار، حتى لو أثرت عليه وعلى المدى البسيط، لكن في النهاية لازم يتحل حل جذري. حيكون تأثير وقتي. نعم. نعم. طيب خلل الإنتاج والخدمات او يعني خلل الانتاج، نحن بشنو ممكن نقدر نوظف قدراتنا وامكانياتنا ونمشي في التراك السليم؟ يعني ده خلل، والخلل بيتكلم عن سنين بنتكلم عن هذا الخلل. صحيح. طيب افتكر الحكومه الانتقاليه مفروض تنتهي ثلاثه خطط. خط للاسعاف، للحلول الذي لن تنتظرك حتى تفكر وتخطط بعمل استراتيجي. ففي لازم تكون في جهه شغاله بالبرنامج الإسعافي، وفي خطة برضو. وبرضو هنا أنا بدعو
الحكومة للاستفادة من الناس اللي عندهم تجارب سواء كانوا داخل وخارج السودان. نعم. لدينا نحن يعني قدرات بشرية ما منحت الفرصة الكافية سواء كان في مجال الاقتصاد، ولدينا كفاءات خارج السودان وداخل السودان. يجب أن يحصل ما نسميه برا بالعالم بيسميه ببليك كونسلتيشن. نفتح يعني إذا كان الوزير يريد أن يعمل قانون أو يراجع قانون أو يصدر قانون أو قرار، يجب أن يستشير المختصين عشان يصدر القرار بصورة محكمة ويكون فيه كل الجوانب. برضو بتنقصنا حاجة أستاذ محتسم، إنه ما في تناسق ما بين الوزارات المختصة. بتكون أنت بتعمل في وزارة المالية بتلقى قانون بيعارضوا حاجة في وزارة التجارة أو في وزارة الاستثمار أو الصناعة أو الصناعة أو الجمارك، فيضيع المستثمر أو المنتج أو المصدر أيا كان نوعه بين الوزارات دي. لازم يكون في نوع من الكونسيستنسي أو التناغم والترابط بين هذه القطاعات. برضو دي أشياء المفروض نعمل عليها في المدى المتوسط والطويل عشان نعمل عمل استراتيجي لحل مشكلة الإنتاج. طيب المدام أنت يعني مستشار اقتصادي ويمكن بتهتمي بهذه الأشياء وعملت داخل السودان وخارج السودان، أنا يعني عندي سؤال أنا أعتقد أنه مهم. هل بينقص القطاع المالي بنوك ومؤسسات مالية شنو في السودان؟ ينقصنا الكثير. طيب القطاع الأول شيء يا أستاذ محتسم، نعم. بنوكنا رؤوس أموال لو جيت قارنتها بأقل عبرت الحدود. خلينا ما دايرين نتكلم عن الخليج ولا العالم الأول، حنتكلم عن أفريقيا. نحن نمثل في 11% 5% رؤوس أموالنا لما تيجي تحسبها بالدولار ضعيفة جدا. طيب يجب أن تنتبه بنك السودان، وزارة المالية وبنك السودان المركزي ينتبهوا، لأنه وهي تعمل الآن على دفع البنوك لزيادة رؤوس أموالها والتوسع لا خطت عليهم زي برنامج لزيادة رأس المال، لكن أنا أفضل أن نميل للميرجر اللي هو الاندماج. لما تندمج بتكون مؤسسات قوية تقدر تنافس العالم الخارجي، وتقدر تنتج لك مؤسسة عندها القدرة توظف الشخص المؤهل، تقدم الخدمات بدل الترهل الحاصل. كمان برضو في مؤسسات بتملكها، لازم نحن نقول الكلام، في جهات تملك حصص في بنوك تفوق نسبة 15%، اللي هي طبعا قانون سوق الأوراق المالية بيقول إن نسبة التملك هي 15%. الحاجة دي ما توضعت اعتباطا حتى لا تحصل سيطرة على المؤسسة أو توجيه للمؤسسة المالية لأغراض خاصة للجهة. هذه النسبة مشوهة جدا في بعض موجودة؟ هي قانون موجود لكنه غير مفعل، لأنه عندي جهات النسبة الآن أكثر من 15 موجودة، عندي ناس عندهم 60 و70. طيب لما بدوا المؤسسة في اتجاه اللي هم هذا هو ما ده حاصل. لازم البنك المركزي ومع هيئة سوق المال يراجعوا حصص الملكية في البنوك. حصص الملكية في البنوك. الملكية في البنوك. هنجيب مع حصص الملكية. نعم. دكتور مريم، هنجيب مع حصص الملكية في البنوك ونمشي ناخد فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. رحب بكم من جديد مشاهدي الاعزاء، ورحب بي دكتوره مريم. دكتوره مريم المستشار الاقتصادي، رحب بك مره ثانيه بعد الفاصل. مرحبا. نحن وقفنا في الحصص، ليس الحصص الدراسيه لكن الحصص الملكيه. نعم. نعم. طيب حصص الملكيه في البنوك بتلقى في بعض المؤسسات تتكرر في عدد من البنوك. فليه ما نجمع؟ هي اول شيء بنحتاج نراجع حصص الملكيه. القانون بيقول انه قانون سوق الاوراق الماليه وهيئه سوق المال وبالتالي قانون المسجل العام السجل التجاري بيقول انه الفرد المؤسسه الان استثناء كانوا سامحين لا في بعض المؤسسات ل 30% لكن مفروض 15%. فالملكيه عندنا في السودان في فترات كان بتكون عوائل مثلا اسست هذا البنك وبالتالي زادت، او اشخاص في وقت من الاوقات قدروا يسيطروا على البنك وصلت حصص ملكيتهم لأكثر من 30-60%. الكلام ده خلل كبير بيؤدي لأنه الجهة دي تسيطر على هذا البنك
وما تفتح فرصة للمشاركة. البنك ده ما هو شركة مساهمة عامة، وجهه الوجه اللي عايزة يكون متاح لأي شخص يدخل يشتريه، ويدينا لموضوعنا اللي ذكرناه قبل عن البورصة، إنه أنا أدخل البورصة وألقى في أسهم البنوك معروضة أبيع واشتري، أرفع قيم قيم التداول ده، يرفع قيمة البنك. برضو التداول عبر الأوراق المالية هو عبارة عن تمويل بدون تكلفة، ما لما تجي أرامكو زي ما ذكرت أو تطرح، ما خلاص هي حصلت على تمويل بدون تكلفة بمقابل شراكتنا في أو شرانا للسهم ده، شاركنا في المؤسسة. فيجب أن نزيد رؤوس الأموال، نخفف حصص الملكية، والبنلقى فيها ملكية متكررة ليه ما نشجعهم طالما هم نفس الملكية في نفسها؟ نشجع البنكين ديل على إنهم يلقوا واحدة واحدة. يا جماعة في دبي رغم قوة الاقتصاد بتاع دبي حصل اندماج لمؤسسات كبيرة، بقت قوي، بقت قوة عظمى واجهت الاقتصاد. الظروف اللي حصلت في 2008 الانهيار الاقتصادي اللي حصل في 2008 كانت مواجهته طوالي مقابلة بالاندماج أو الاستحواذ، هنا اثنين. الاندماج ده نحن عرفناه تماما، يعني يمكن اي شخص يقول له اندماج، يعني انت ضربتي مثل بدبي، حتى في كره القدم الانديه مستواها قل، حصل اندماج بين الشباب والاهلي دبي واصبح شباب دبي الان اصبح فريق متصدر. فنفس الاشياء، الاستحواذ كيف حيكون؟ الاستحواذ الاندماج لما تكون في مؤسستين هما في وضع اقتصادي قريب من بعض او زي بعض، لكن الاستحواذ دائما بتكون في مؤسسه اقوى من اعلى التانية. شويه ايوه بتقوم تستحوذ وبالتالي بتدخلها في بطونها زي ما بيقولوا، بتبدا بتحتويها. ايوه فعندنا فرص للاندماج او الاستحواذ، لانه في مؤسسات اضطر البنك المركزي ان يتدخل لانقاذها في الفتره الماضيه. ده ما مفروض، عنده الحق، عنده الحق، قانون العمل المصرفي بيسمح للبنك المركزي ك كير تيكر او ك هو الملجا الاخير للبنوك انه يتدخل، لكن لفتره المفروض تكون محكومه بفتره زمنيه محددة. بعدها يطرحها للاكتتاب العام ويطرح هذه الحصة. الآن بنك السودان بتلقاه موجود في عدد من البنوك، ده خلل، لأنك أنت ما بينفع تكون الخصم والحكم في وقت واحد في نفس الوقت. أنت رغيب تقوم بدورك الرقابي، لا يجب أن لا تكون مساهم، لا يتعدى. فالآن عندنا يجب أن نراجع الملكيات بنك السودان وتطرح وجد لها آلية لزيادة رؤوس مال البنوك دي وطرح حصص بنك السودان ومشتشجيعهم بأي آلية للاندماج أو الاستحواذ أو أي آلية. دكتور، من خلال وجودك وأنت مستشارة اقتصادية، هل في الأشياء دي الآن موجودة بكثرة في السودان في البنوك السودانية، الاستحواذ لأفراد معينين أو لبيوتات معينة؟ والله طبعا عندنا مشكلة كمان في الكلشر بتاعت السودانيين أولا أتكلم عنها. ما بنقبل الشراكات، عندنا مشكلة في الشراكات. نعم. والعالم كله ماشي بالشراكات. ماشي شراكات، نعم. لو ما نحن يعني يد واحدة ما بتصفق براها. نعم. إحنا مع بعض بنصفق، وإحنا لما نبقى وحدة فلازم نغير الثقافة بتاعت إنه أنا براي. حتى لو تلاحظوا مثلا العالم كله بيكونوا الأسرة ساكنة في بيت واحد ومقسم لشقق، هنا أي زول بيسعى إنه يشتري أرض براه ويبني بيت براه وبعيد، ده نوع من التكلفة الزايدة والإرهاق لميزانية التكلفة. يجب أن نشجع الشراكات. اثنين، لا عندنا، أنا ما أنكر عليك إنه في مؤسسات تملك سواء كانت صناديق أو بيوتات كبيرة تسيطر عليها بحصص كبيرة جدا. طيب موجود. كيف يمكن فيك السيطرة؟ أنا لما نزيد رأس المال وامنع ديل من انهم يزيد بيزيد راسهم. البنك السودان مثلا، بنك السودان يفرض على البنك طرح الاسهم البنك ده للاكتتاب العام. كويس. وفي ناس راغبين سواء كان من برا او من جوا، والسودانيين خارج طيب، وافرض على انه الجهه دي ما تزيد اوتوماتيكلي راس مالها، هي 15% ملكيه ملزمه. فبالتالي حيتقلصوا وبيبقى شنو؟ وبعد ذاك افرض قوانين الحوكمه والشفافيه، وده طبعا دي قوانين بيفرضها لو كان عندي هيئه سوق مال فعاله بتقدر تفرض. طبعا يعني هي دي حاجات توضع بالقانون، الحوكمه قانون او ضوابط يعني نقدر نفرضها وتخلينا نقدر نخلي المؤسسه دي عندها قبول تتعامل مع العالم الخارجي، وتكون قبول عندها قبول داخلي انه الانسان يجي يشتري سهمه ويكون مساهم وينتظر ارباحه وهكذا. ما دام نتكلم عن الانسان نمشي لدخل الفرد. نعم. يعني الامم المتحده في تقارير دائما بنقراها نحن في الميديا، يعني ويعني يمكن من التقارير 2018 في تقرير بيقول السودان في المركز 145 من 188. يعني هل مثل هذه التقارير هل هي سليمه؟ يعني لو جينا احنا نظرنا للسودان يعني صعب انك تحدد دخل الفرد، وخاصه السودان مترامي الاطراف وفي كثير من الاشياء. يعني
والله كمان بالإضافة لأنه مترامي الأطراف، إحنا كاستشاريين بنعاني معاناة كبيرة في أنه أنت تلقى الداتا التحسب بها تصل بها لنتيجة زي دي. نعم. فإذا كان إحنا في الدراسات الصغيرة بنعاني أنه نصل لنتيجة زي دي، فبالتالي الجهات اللي بتيجي تاخد البيانات دي أكيد عندها عندها نفس الخلل، فقد تكون الحاجة. ما بقول إنه السودان ليس فقير، السودان فيه فئة كبيرة تحت خط الفقر، لكن برضو عندنا ناس خارج التقييم، خارج القطاع المصرفي، خارج القطاع المالي، ليسوا مشمولين ماليا، وهم وضعهم لو قيمته اللي هم لك زي ما قلت لك في القرية عندنا ناس بيكون يملكوا كم راس من هو رجل سري بحكم لكنه يعيش عيشة الفقراء. دي دكتور زمان درسناه انه بيعتبرها حتى مظهر تفاخري، صحيح بيخليها موجود عنده ولا بيع ولا هي موجودة راس مال كبير جدا، ولكن ما مدفع ما أكتف ولا متحرك. أيوة. وما مؤثر عليه على الاقتصاد. فده عدد، وعندك ملاك الأراضي، أصحاب المحدي، الناس كلهم يعني ما محسوبين في المنظومة دي، فبالتالي حيكونوا طالعين خارج دخل الفرد. برضو حاجة تانية مؤثرة على دخل الفرد اللي هو عملتنا مقابل الدولار، لأنه طبعا بيقوموا يحولوا، فنحن الريت بتاعنا تراجع بشكل، عملتنا تتدهور اتجاه الدولار بشكل كبير، فهي أثرت على ترتيبنا. نعم. دائما نتحدث عن الإنتاج، يعني نحن يعني كثير جدا سعر الدولار متذبذب يوم فوق يوم تحت، يعني ما سعر حقيقي. صحيح. شنو اللي احنا يعني الانتاج، يعني زي ما بنسمع من الاقتصاديين منكم انه الانتاج دائما هو المخرج الوحيد. صحيح. الان المواطن العادي البسيط قد ما يفهم حكايه الانتاج وقد ما يفهم، انت يمكن متابعه في الميديا الرغيف بكم، الموقود بكم، الحاجات دي كلها، نحن بنقدر نقول شنو للمواطن العادي في ظل الظروف الاقتصاديه الراهنه السودان اللي يمكن ربع قرن من الزمن كان ماشي عليها وكان في ظروف صعبة جدا. طيب الانتاج يؤثر على سعر العملة، لأنه أنت أصلا ما هي ميزان تجاري، أنا عندي صادر ودي وبيجيب لي العملة دي. نعم. وأي حاجة في الدنيا هي، وبنفس الوقت وارد بيجيبوا السلع والخدمات من برا. نعم. طيب إذا كان أنا عندي خلل في ميزاني التجاري، الشيء اللي بستورده أكبر من الشيء اللي بصدره، بالتالي أنا حكون محتاج أطلب العملة دي بشكل أكتر، وما عندي يعني حيتظل عملتي تعاني نفس المعاناة. عشان كده إحنا بنقول نشجع الإنتاج حتى نزيد صادراتنا، عشان العملة الصعبة المعذبانة دي نقدر نكون جايبينها بحقنا. طيب. ما سوق أسود. في حاجة برضو الناس قد لا يتقبلوها الآن، لكن لابد أن السودانيين يكونوا واقعين ونبعد عن النمط الاستهلاكي الزايد، النمط التفاخري في حياتنا العادية. يعني نحن عندنا حاجات كلشر أو ثقافية في أو عادات ماشيين عليها بتأثر علينا، هي استهلاكية، العالم برة تجاوزها وتخطاها، يجب أن نراجعها. بتأثر على الاقتصاد. زي شنو؟ اللي هي الممارسات التفاخرية في الزواج، في العادات الاجتماعية، في الزواج وكده، في كمية من الأشياء بتدخل الناس في عوز وفي استدانة عشان يغطوا الحاجة دي. فما ممكن أنا أقوم عشان أقضي فترة بتاعت حفلة وساحتين أدخل نفسي في نقص كبير. الناس ما بتعمل كده، يعني يجب أن نراجع ثقافة حاجة. أنا أفتكر الاقتصاد هو منظومة يا أستاذ محتسم، الثقافية يعني والاجتماعية كلها راجعة. أنا أراجع وضعي، أنا ممكن أكون قاعد في بيت 200 متر. نعم. 300 متر. طيب أنا ممكن أعيش في يعني لازم نفكر اقتصاديا. نعم. لازم تفكر في أنه أنت تزيد الدخل وتقلل المصارف. ده كلام سليم. إذا ما عملت كده والدولة نفس الشيء لازم تعمل، ما شنو بيجيب لها إيرادات أكثر، وكون شنو بيرشد الإنفاق. نعم. لو ما عملنا كده واستعمال ما بنقدر نستمر، لأنه الحياة ماشية في ضغط اقتصادي عام. نعم. وفي غلاء عالمي. نعم. ما بس في السودان، وفي أزمة اقتصادية خانقة ماشية علينا، يجب أن نحن نكون جاهزين. طيب دكتورة، كثيرين جدا من كلامك اللي انت قلتي قبل شوية يقول لك أنا دي قروشي، وأنا يعني برضو ثقافة الإنسان السوداني مشكلة كبيرة، دي قروشي وأنا حر فيها، ما عارفين إنه الحكاية كلها هي مربوطة سلسلة واحدة زي دي، اللي نحن نقول لهم شنو يعني؟
انت حر فيها، ربنا قال انت تكون رشيد. نعم. والاقتصاد يعني بيقول الراشن اللي هو بيعرف وين ينفق وكيف ينفق وبكم. كلام سليم. اذا انت بتصرف بدون المال ده ينفض، المال في النهايه ما عنده، حتى لو بقى مال قارون نفسه في النهايه بينتهي يعني. نعم. فالكلام ده ما سليم. نعم. حتى في الاسلام يعني صحيح ديننا حثان على اشياء كثيره جدا، والمال هو مال الله زي ما صحيح. يعني. وبرضه في حاجه برضه نحن نشجع عليها بالاضافه للانتاج، انا بشجع على الاستثمار، لانه الاستثمار بيجعل المال يدور. نعم. بين الناس. نعم. والمال الدائر حتى لو تلاحظوا الزكاه بتاعته اقل، يعني لا ما نكنز الاموال. ما انك انت يعني اذا في مؤسسه متخصصه في حاجه تقوم توسع انشطتها. نعم. توظف عدد اكبر من الناس، يدور المال ده بين الناس. كل ما انت تعمل مؤسسه فيها تشغيل لعدد اكبر من الناس، انت كده بتوسع دورة المال دي وبتدي فوق وبتتوسع معاك. يعني هي وين وين اللي بيقولوا انه انت تكسب وانا اكسب، في المجتمع هو الطرف الثالث الذي يجب ان يكسب. نعم. واذا ما كسب المجتمع ربنا ما بينزل ليك البركة ولا، ودي حاجات نحن مربوطة في تربيتنا وفي ديننا السمح. نعم. وفي اخلاق. نعم. دكتورة يعني في بعض السلع موسمية. نعم. ما اعتقد انها هي مؤشر اقتصادي، يعني برضو الميديا بتتكلم كثيرين جدا بيفتكروا انه السلع الموسمية هي مؤشر اقتصادي، يعني البصل في لحظة من اللحظات وصل اسعار فلكية. صحيح. الان بدأ يهبط. صحيح. هل يعتبر سعر البصل لو خلناك نموذج هو مؤشر اقتصادي؟ موسمية السلعة دي العالم طبعا قضى عليها بالتخزين الجيد، لأنه هسه أنت مثلا البصل ليه برا ما بيعمل مشاكل؟ ليه البصل ما بيبقى مؤشر للأسعار؟ نحن ليس لدينا المواعين الجيدة لتخزين البصل، ما سلعة حساسة ومتحساس جدا تخزينه. بيحصل فيه تلف في وقت اللي بيكون فيه شح أو نقص، بالتالي لا ما أنت عندك هو عرض وطلب. الاقتصاد ده شنو عرض وطلب؟ في سلعة متوفرة انت ما حتقدر تطلبها باي سعر، حتشتريها بالسعر اللي بتفرضه العرض والطلب. نعم. لكن لانه بيحصل نقص في بعض الاحيان، ده نتيجه لانه نحن ما عندنا الاليات لتخزين البصل ده بشكل عشان يكون متوفر على مدار السنه، الطماطم. نعم. كذلك. نعم. او ما عندنا اليات لتصنيعه بشكل اخر. نعم. ممكن يصير انه كمصنع. ايوه طماطم مثلا، صلصه البصل، يعني ده كله ما موجود. حاجات مذهله. اليوم انا كنت بدرس في دراسه لتصنيع البيض. حتى البيض. البيض في وقت بيكون في سيزون. نعم. الشتاء الانتاج عالي، الصينيين ده عملوا بروسيس لانه البيض ده يتحفظ ويحصل له بروسيس ويطلع بيض عادي يعني في وقت الانتاج، فما بالك بالبصل. يعني اذا كان البيض ممكن انا في مصانع بتنتج البيض. نعم. المعالج. تفتكر يا دكتور شنو ممكن يعملوا يعني او تعمل الحكومه الانتقاليه في الظرف الضيق في 3 سنوات زي هذه المحاصيل مثلا؟ والله طبعا احنا ما نقوم نكسر على الحكومه الانتقاليه، الحكومه الانتقاليه لو حلت الاشكالات الراهنه اللي هي زي شنو؟ اللي هي الرغيف والبنزين. لا دي الحاجات العاجله، ما في حاجات عاجله يجب ان تتعامل معها بشكل عاجل وتكون في برنامج اسعافي ليها وتقوم تضع لي اطار او تؤسس لبنيه. نعم. عشان لما تجي الحكومة المنتخبة تكون عارفة انه عندها برنامج اقتصادي في خلال 5 سنين الاولى الانتخاب عليها كده وكده، وديك بيقدروا يسقطوها بناء على فشل او نجاحة. لكن نحن الان في حكومة جاية بعد 3 عقود من الخراب من الدمار الشامل وكمية من القوانين المعيقة، القوانين نفسها حصل لها تعديل. يعني لو تلاحظ قرار الوزير قبل نحن ما أخذنا وقت، لا هنا نتكلم قرار الوزير نفسه حيصطدم بقوانين شرعت في العهد. أيوة. وخصصت لخدمة فئة معينة أو لخدمة أفراد. ها عندك قانون سجل المصدرين والمستوردين حيصطدم به القرار ده. لازم أي قرار جديد ثوري يتعمل لازم يراجع معه القوانين، والحاجة دي تلقاها في كل الحاجات اللي تلمس كل القوانين. حصل زي ما قصقصتة وترتيب على حاجة محددة، قالب محدد حاجة في اتجاه محدد. أيوة. يعني لما تجي تقول يا ربي الناس لما نجازت القوانين دي كانت وين؟ وبتفكر بيات وفهم، هل كانوا مستعجلين؟ هل ما درسوا ما قروا بالشكل؟ لأن يعني أن تؤثر على أنك تضع قانون يقيدك هاي حاجة صعبة جدا، فإحنا محتاجين برضو نراجع. هل هنا الأنانية كانت سائدة؟ والله يمكن غفلة أنانية
وحاجات ثانية حاجات ثانية حمياني تقول. نعم يا دكتور، هل ترميم الشيء اللي حصل في العهد البائد من مشكلات اقتصادية كبيرة جدا، وانت تكلمت عن قوانين وعن أشياء حتقابل وحتجابه كل ما كل جديد، هل سهل انه الناس ترميم؟ لا ما بس ما سهل، وبرضو لازم يكون في إرادة. نعم. إرادة عند المسؤولين وإرادة عند الشعب. نعم. إرادة عند المسؤولين أول، الشعب ده مشكلته طيب. كبيرة. إرادة المسؤولين إنه يعني ما كان زمان إحنا عندنا ناس بتجي الإنسان ده خايف إنه بكرة يغيروا تتغير يجيبوا معين لأنه هو بيمثل فئة معينة أو قريب من فلان أو فهو عنده إحساس إنه دي فرصة فاغتنمها. قبل ما يشيلوك، وعنده عدم إحساس بالاستمرارية والأمان. ولا عنده زمن. نعم. وعشان كده وبعدين زي ما قلنا عندنا التواصل الاجتماعي بيناتنا، الواحد بيشيل أهله وبيشيل قبيلته وحاجات زي دي. فإذا ما كان كل إنسان المسؤولين، أنت ما تجيب تلقي الشخص في اليم وتقول له إياك أن تبتل بالماء. أي إنسان تخده مسؤول يجب أن تديه code of conduct، يعني تديه قانون سلوك يحكمه. نعم. وتديه قانون للتعامل، انت لو عملت كده حتعاقب، ودي حدود صلاحياتك، ودي اللي هي قبيل انا كان قلت لك الكلمه اللي قلت لك الحوكم. نعم. اللي هي كل زول لو عارف لو عمل كده ده غلط وبحاسب عليه، وانك مفروض تعمل كده. دي نحن بنجي نجيب الانسان ونتركه لاجتهاده الشخصي، دي مشكله حقيقيه. دي المسؤولين اي شخص تعينه حتى لو كان ملاك من ذلك وما اديته هذه الاشياء وما عملت له الضبط ده سيخطا. نعم. هيمشي للمسؤولين للشعب الصبر. نعم. والعمل. كثره الكلام احنا كلهم فيما اصلح ما يليك يا اخي، اصلح تحت عائله انت فيه وده اصلحه، بيئتك اللي انت تعمل فيها دي اصلحها. هم في اي حاجه. ايوه. وكلهم يفتوا كلهم يفتوا اقتصاديا ويفتوا صحيا ويفتوا طبيا ورياضيا وكل شيء. لا يجوز. نعم. الكلام الكثير ما كويس، نحن تكلمنا كثير، نحن حان الان انه نحن نشتغل عشان نشوف نتيجه الشغل شنو. نعم. الشغل بيفيدك انت شخصيا، وكلنا لما كلنا نكون بنعمل بيفيد الدوله، بيفيد الدوله وبنعبر، لانه في النهايه اذا فشلت الفشل فشلك انت ما فشل الحكومه. نعم. دي الناس حيمشوا. يعني من الحاجات الغريبه الواحد بيتابعها برضه في الميديا، الواحد ناشط في الميديا، الحديث بيدور حمدوك كل يوم في بلد، رئيس الوزراء كل يوم في بلد، هل الزيارات دي عندها اثر اقتصادي وعندها انفتاح على العالم؟ وده نزل بوضوح، هل نحن مكتفين؟ يعني الدولة دي مكتفة وما قادرة تطلع لبرا، عشان كده السيد رئيس الوزراء بيمشي عشان يفتح لنا آفاق ومناحي اقتصادية وسياسية وكده. بالطبيعة أنت بالتأكيد أنت مكتف. أنت حتى يعني أنت وشي كنت معزول محظور، حتى الصناديق العربية اللي كانت بتديك تمويل أنت لم توفي بالتزاماتك تجاهها فبقيت بلاك ليستد، وقفت. انت ليس لديك مراسلين كافين في البنوك، انت معزول. فدور الحكومه في انها تفتح الابواب ده دور ضروري، لان زي ما قلت لك نحن من ناحيه الميزان التجاري لسنا الأسوأ بين الدول. نعم. لكننا نحن في ناحيه الاستفاده من التمويل الخارجي صفر كبير، لاننا معزولين. فممكن التمويل الخارجي اذا قدرنا نستجلبه بشكل طيب يدخل في الاستثمار في البنى التحتيه. استثمارات كثير من الدول اللي حوالينا استفادت عظمى من الاموال اللي جاتها. وعندك مصر. نعم. كميه من الاستثمارات الضخمه الموجوده في مصر جايه عن طريق الاستثمارات الجايه من برا. طيب احنا. نعم. لو ما تفهمنا مع العالم ده وجدنا لغه معاه وزلنا العوائق دي كيف حايجين الماء. نعم. أيوة. نعم. يعني احنا بنقول لهم يعني الزيارات دي هي ما زيارات سياحة ولا شنو؟ لا ما في سياحة. مفتكرين انها سياحة؟ كثيرين جدا بينظروا لها كسياحة. لا. نعم. يعني هي تقنن في وقت للداخل وقت للخارج، فالناس شوية تدي نفس، اصبر شوية. نعم. يصبر الناس ويراقبوا ويعملوا زي ما قلت، يدوا فرصة للحكومة من خلال الصحة. القرارات والآراء اللي حاصلة الآن الحكومة الانتقالية اللي هي فترتها محدودة بثلاث سنوات، وانت مستشارة في الاقتصاد، شايفة شنو المستقبل السودان؟ والله طبعا احنا الان في مرحلة صعبة دائما، يعني زي المريض اللي كان
في حاله صعبه ويبتدي يجي امل بالتعافي فما طوال حيقوم يقف على حيله ويقوم يجري. نعم محتاج كميه حتى العضلات نفسها بيكون حصل لها نوع من الارتخاء محتاجه نوع من المخزات. نعم فاحنا محتاجين صبر وترتيب صبر وترتيب من الدول انه من المسؤولين لازم هم يكونوا الواحد عارف نفسه بيسوي في شنو يعني ويحدد اهدافه ويمشي عليها ما يكون عشوائي وما بتقدر تحيل كل الحاجات تاخد برايورتايزيشن تاخد خاصه مده محدوده مدتك محدوده انت في فتره انتقاليه ما مطلوب منك ترسي الدوله السودانيه كلها. برضه الشعب برضه امنحهم فرصه يعني انتم يعني امنح فرصه وساعد ساعد بتصليح في مجالك بتصليح سلوكك السلوك نفسه يعني محتاجين السلوك اقتصاد نعم التنافس نحن مع السلوك اقتصاد. بنشكرك كثير دكتورة مريم عمر المستشار الاقتصاد. شكرا لك دكتورة. الله يسلمك. وانت اصلا اول مره جينا اول مره وان شاء الله ما حتكون اخر مره باذن الله. حبايبي كلف ومرحب بك دكتوره مريم المستشار الاقتصادي وبحيي كل المشاهدين وزي ما قالت الدكتوره في النهايه الناس تصبر يعني واكيد في الصبر الفرج وحتى نلتقي في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البوصلة. لكم دائما أحلى تحية. شكرا لكم.